ما قلت لك مجموعة لوك بيت من المجموعات الإجرامية المنظمة والمعقدة، وأهدافهم دايما كبيرة، ويمكن من أسبوعين كان آخرهم شركة بوينج اللي أعلنت رسميا أنها تعرضت لهجمات فيروسات الفدية اللي أثرت على جزء من شغلهم. والأخطر بقى أن الشركة ما دفعتش لحد المهلة اللي كانت متحددة بتاريخ 10 نوفمبر 2023، والهاكرز سربوا البيانات على الإنترنت، ولسه هنشوف بقى تأثيرها اليومين اللي جايين. أكيد بقى هتقول لي يعني ما قلتش بقى مين مجموعة لوك بيت ومين اللي وراهم وبيشتغلوا إزاي. شوف يا سيدي، مجموعة لوك بيت دي من أشهر المجموعات الإجرامية السيبرانية حالياً، خصوصاً اللي بتستخدم رانسوم وير، وكمان نموذج اسمه رانسوم وير أز سيرفيس. هتقولي يعني إيه بقى رانسوم وير؟ لا أنا عايزك تركز معايا بقى عشان اللي جاي ده محتاج تركيز، وعايزك تستحملني في التفاصيل اللي جاية، خصوصاً اللي مهتمين بالموضوع ده أو اللي عايز يتعلم شيء في مجال أمن المعلومات. شوف يا عزيزي، أي برنامج بيقفل الكمبيوتر أو بيمنعك إنك تستخدم الكمبيوتر وبيشفر بياناتك ويطلب منك فلوس عشان يخليك تستخدمه مرة تانية بيسموه رانسوم وير أو فيروسات الفدية. كلمة رانسوم يعني فدية، وكلمة وير دي الجزء الأخير من كلمة سوفت وير يعني برامج، لكنها برامج ضارة. برامج الفدية في منها اللي بيشفر الملفات بس، يعني حضرتك مش هتعرف تفتح ملفاتك اللي موجودة على الكمبيوتر من غير ما تدفع الفدية، وغالبا هتبقى بالبيتكوين أو أي عملة تانية مشفرة عشان محدش يعرف يتتبع اللي عاملين البرنامج. بعدها المجرمين بقى هيبعتولك باسورد تفتح بيها ملفاتك المشفرة. لو ما دفعتش بقى مفيش قدامك أي حل غير إنك تقدر تفتح الملفات دي تاني. النوع التاني، وده اللي غالبا بيبقى وراه جماعات إجرامية منظمة زي لوك بيت، بيشفر الملفات وبيطلب منك فدية تدفع آلاف أو ملايين الدولارات عشان يبعتلك بقى برنامج فك التشفير. ولو ما دفعتش الفدية بتتضاعف، ولو ما دفعتش بيسرب بياناتك على الدارك ويب، وكل سنة وانت طيب كده انت فضيحتك بقت بجلاجل. المهم نرجع تاني لمجموعة لوك بيت. الناس دي مش معروف تحديدا اي معلومات مؤكدة عنهم قبل 2019، وكان الفيروس بتاعهم بيشفر البيانات بامتداد اسمه ABCD، عشان كده كان الفيروس وقتها معروف بالاسم ده. ولو انت بقى كنت من سيء الحظ اللي اتلسعت من الفيروس ده، هتلاقي ملفاتك كان امتدادها كده ABCD. بعض الخبراء بيقولوا ان المجموعات اللي اخترعت لوك بيت فيروس كانوا اساسا اعضاء في مجموعة تانية اسمها جوكو لوكر وميجا كورتكس. بعد كده الهاكرز اللي عملوا الفيروسات دي قرروا يغيروا امتداد الملفات للامتداد لوك بيت، وساعتها اتعرف الفيروس باسم لوك بيت في يونيو 2020. مجموعة لوك بيت بقى قررت تعمل شراكة مع مجموعات تانية من عصابات الرانسوم وير على الانترنت، وده معناه ان الناس دي هيبقى عندها موارد كبيرة جدا وفريق اكبر من المبرمجين والمطورين، ده غير بقى بتوع الحسابات والمتخصصين في غسل الاموال، وده معناه ان فلوسهم او متحصلاتهم من الجريمة السيبرانية وهجمات فيروسات الفدية هتبقى كبيرة جدا، فمحتاجة بقى محترفين عشان موضوع غسل الاموال ده. خد بالك بقى الناس دي بتشتغل ازاي. لما بيتم اختراق جهة عن طريق فيروس لوك بيت، بيتم نسخ الملفات بتاعة الجهة دي لخوادم خاصة بالمجموعة دي، وبعدين بقى بيشفروا الملفات بتاعة الجهة بفيروس لوك بيت عشان يمارسوا نوع بقى من الضغط على الجهة. بتبدأ المجموعة تطلب الفدية الاولى وتحط مهلة، وغالبا بتبقى آلاف أو ملايين الدولارات حسب حجم الجهة اللي هم مستهدفينها. عشان الضغط بقى يكبر، فجأة بتلاقي المجموعات دي بتشارك معلومات الجهة مع بعض، وكل منظمة إجرامية من الأعضاء في عصابة فيروسات الفدية اللي عاملين شراكة مع بعض دول بيبدأوا ينشروا على منتديات ومواقع الدارك ويب وتسريب البيانات، ويبدأوا بقى ينشروا معلومات عن حصولهم عن كنز معلومات عن شركة إكس أو من جهة كذا، واللي عايز المعلومات دي يدفع بالبيتكوين. إيه بقى اللي بيحصل ساعتها لما بينتشر الأخبار دي؟ بتبقى الجهة اللي اخترقت تحت ضغط شديد جدا، إما الدفع أو تسريب البيانات وبيعها، خصوصا إن المنشورات اللي بتنتشر على المنتديات دي بتترصد من شركات متخصصة بتتبع المنتديات وشركات وباحثين متخصصين في حاجة اسمها الاستخبارات الخاصة بالدارك ويب والفيروسات والبرامج الضارة، ودي بيسموها سايبر ثريت انتليجنس.